قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة. ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. وللدارقطني: لا صيام لمن لم يخلقه من الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة. ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. هذا حكم من أحكام الصيام، وهو أول حكم يتعلق بالصيام، وهو النية. والحديث صحيح بشواهده وطرقه، وهو حجة في الباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فهو حديث عن النية في الصوم، والصوم عبادة من العبادات، وكل العبادات لا تصح إلا بنية، سواء كان ذلك صلاة أو صياما أو حجا أو زكاة أو كل ما يريد به العبد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن النية هي محل الثواب، أو عليها مدار الثواب. ولهذا أنشأ الفقهاء رحمهم الله في ذلك قاعدة، فقالوا: لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية. كما أنهم قالوا في القاعدة الكبرى أيضا: الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. والمقصود بالمقاصد طبعا ما يرجع إلى النية، فإن القصد محله، فإن القصد محله القلب. من هنا كان الحديث عن النية حديث واسع وطويل، ومهم جدا أيضا أن يعرفه كل مسلم، فضلا عن طلبة العلم والناظرين في كتب أهل العلم. فالنية في اللغة هي القصد، وقد نقول إنها أيضا العزم الثابت، أو عزم القلب الثابت، أو النية هي العزم، والنية هي القصد، والنية هي العزم الثابت. كل ذلك صحيح إذا علمنا أن محل النية هي القلب. أما في الاصطلاح فتختلف على حسب كل عبادة. فمثلا بالنسبة للصيام، قد هي قصد الصيام بعدل الوجه الشرعي أو نحو ذلك، والنية محلها القلب، على معنى أنه لا علاقة لها بالألفاظ، فما كان لفظا فليس نية، وإنما محل التعبد ومحل الطلب الشرعي هو النية. فالإنسان إذا أراد أن يصلي لابد أن يستحضر النية، وإذا أراد أن يصوم لابد من النية على ما سوف نفصل إن شاء الله، والزكاة كذلك لابد أن يخرجها بنية، والحج كذلك لابد أن لا يكون إلا بنية. ولهذا النية لها وظيفتان كبريان: الوظيفة الأولى التمييز بين العادات والعبادات، والوظيفة الثانية التمييز بين العبادات بعضها عن بعض. ما معنى ذلك؟ معنى أنها للتمييز بين العادات والعبادات. إنسان يسافر من بلده إلى مكة، لا يتحدد نوع السفر إلا بالنية. فإذا كان للزيارة، زيارة أقاربه، أو إذا كان أهله مقيمين في مكة،
أو بعضهم مقيم في مكة، أو كذلك إذا كان يزور مريضا، أو إذا كان يقصد تجارة، أو إذا كان نزهة، أو إذا كان عبادة بمعنى عمرة أو حج. فالزيارة، زيارة المريض وزيارة أو حتى زيارة السياحة، هذه عادة، هذه عادة. وإذا كان مريض وقصد به اتباع السنة وأداء حق أخيه المسلم صارت عبادة. لاحظت أحيانا، وهذا كثير وهذا مهم جدا يا إخواني أن نفقهه، من أجل أن نكون دائما على استحضار للنية الشرعية التي تفيدنا في الزيادة من الحسنات. فأحيانا قد تكون تزور قريبك زيارة عادية والناس تتواصل، لكنك إذا قصدت واستحضرت صلة الرحيم واستحضرت الاستجابة لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في صلة الرحيم تكون عبادة وتكون وثبا عليه. أما إذا ذهبت من غير قصد، طبعا هذا جائز ولا في إشكال، لكنك لا يكون لك ثواب. فإذا أدركنا أن النية تفرق لنا بين العادات والعبادات. سن عادي يروح ويجي، أحيانا قد أحيانا كل الناس خاصة أهل جدة مثلا أو أهل الطائف كثيرا ما يترددون على مكة لأعمال كثيرة، يذهبون ويجيون لأعمالهم الخاصة، للنزهة، للزيارة، ما يستحضرون عبادة ولا نية، عملهم مباح. لكن أحيانا يأتون بنية العمرة، أو يأتون بنية المسجد الحرام ليطوفون أو ليطوفوا أو ليصلوا أو ليصلوا التراويح، ليصلوا الجماعة في المسجد الحرام وليطوفوا المسجد الحرام. إذا أصبح سفرهم عبادة. وبهذا ندرك أن النية هي التي يتحول بها العمل من عادة إلى عبادة، كما أن النية هي التي تفرق بين العبادات بعضها مع بعض. ما الفرق بين صيام الفرض وصيام النافلة؟ هو النية. إنسان عليه قضاء، عليه قضاء، وله عادة أنه يصوم يوم الاثنين، وفعلا صار يوم الاثنين وفي ليلة الاثنين أراد أن يصوم. الذي يفرق له بين أن هذا الصوم هو هل هو عن قضاء عن اليوم الذي عليه، أو أنه كعادته في صيام يوم الاثنين اليوم الصيام المستحب، الذي يفرق له في ذلك هي النية. وكذلك الحال في صلاة النافلة أو حتى النوافل بعضها مع بعض، هل هي ركعة طواف أو تحية مسجد أو سنة راتبة، الذي يفرق هو النية. وتلاحظون أنه تفريق قلبي من غير لفظ، إنما ماذا نويت؟ نويت كذا. إذن هذه هي مهمة النية، أنها تفرق لنا بين العادات والعبادات، كما أنها تفرق بين العبادات بعضها مع بعض. إذا كان الأمر كذلك فإن الصوم عبادة من العبادات فلا بد فيه من نية، سواء في ذلك كان صوم فرض أو صوم نافلة، لا بد فيه من النية. فالإنسان لو أنه أصبح مثلا في غير رمضان، طبعا أصبح لم يأكل شيئا إلى الظهر ولم ينوي شيئا، أو حتى إلى العصر لم يأكل شيئا أو لم ينوي شيئا، أو كان مريضا ما يشتهي، هذا يعتبر صائم لغة، يعتبر أنه ممسك عن الطعام، لكن ليس صائما شرعا ولا نافلة. لماذا؟ لأنه لم ينوي. لكن كما سيأتي معنا في الحديث بعد هذا، لو أنه نوى أثناء النهار أصبح لم يأكل شيئا، فلما كان الساعة 11 ظهرا قال والله ما بقي عن المغرب إلا قليل وذهب كثير، فأنا أنوى الصيام، إني صائم. له ذلك في صيام النافلة، له ذلك، لكن النية لم تكن إلا في أثناء النهار، في أول النهار ما نوى. وإن كان سيأتي معنا في الحديث بعد هذا مبحث أو سؤال، هل يكون الثواب من أول النهار أو من حينما بدأ النية؟ لأنه في الأول ما نوى صيام، أصبح لم يأكل شيئا لكنه لم ينوى صياما، لكن في الساعة 11 أو 12 فكر فقال ما بقي إلا قليل، واليوم اثنين ولا اليوم خميس أو في أيام البيض اليوم 13 أو 14، لماذا لا أصوم؟ ثم عقد النية الساعة 12 ظهرا، هل يكون الثواب من الساعة 12 ظهرا أو من الفجر؟ هذا شيء سنبحثه إن شاء الله في الحديث بعد هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. يبيت يعني يبيت النية، وتبيت النية يعني نيتها من الليل من البيتوتة، ولهذا يقال بات إذا نام ليلا، هذا في
في المصطلح الغالب، وإن كان بات تأتي بمعنى صار أو حكما بات هذا مثل بمعنى أضحى، لكن البيتوتة المتعلقة بالنوم أو المتعلقة بالاسم المبيت هو النوم ليلا، النوم ليلا، ولهذا نقول المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، يعني النوم ليلا. فقوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الفجر بمعنى من لم ينوي من الليل فلا صيام له. إذن لا يكون الصيام إلا صيام الفريضة، لأنه سيأتي معنا الحديث الثاني في صيام النافلة. فصوم الفرض أو الصوم الواجب سواء كان شهر رمضان أو كان كفارة واجبة أو كان قضاء، إذا كان قضاء اللي واجب أو كفارة واجبة كصيام كمثلا صيام اليمين إذا كان غير مستطيع على الأمور الثلاثة الكسوة والإطعام والتحرير الرقبة فإنه يصوم 3 أيام، فهذا صوم واجب. أو صيام هدي التمتع للعاجز عن هدي التمتع صيام واجب، أو عليه كفارة قتل أو جماع في نهار رمضان صيام شهرين متتابعين هذا صيام واجب. فصيام الواجب الصيام الواجبي لابد فيه من تبييت النية من الليل، تبييت النية من الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. إذن كذلك صيام رمضان لابد فيه أن يبيت المسلم عزمه على الصيام من الليل. عندنا في هذا مسائل كثيرة، منها موضوع النية، فإن كثيرا من الناس يتساءل عنها بل قد يصيبه وسواس، هل نويت أو ما نويت؟ العلماء لا شك أنهم يشددون على النية، ولا شك أن النية هي لب العبادات وأن الثواب عليها، وأمرها خطير وعظيم وكبير، بل لا تصح العبادة إلا بنية. لكن لا تظنوا أن كلام العلماء عليها، وكذلك حتى قول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لا شك أنها ركن في أركان العبادات، لكن لا تظنوا، وكذلك الإحرام هي من أركان الإحرام النية، نية الدخول في النسك، لكن على عظمها وأهميتها وكبر منزلتها في العبادة، لكن لا تظنوا أنها صعبة ولا تظن أنها شاقة. فلا تظن أن الشيء إذا كان مهما وكبيرا شأنه في العبادة أنه صعب التحقيق، هذه قضية مهمة جدا، يعني على الرغم من أهميتها وكبرها وعظمها بل توقف صحة العبادة عليها، لكن هذا لا يعني أنها صعبة ولا يعني أنها شاقة ولا يعني أن الإنسان يعني يتكلف تكلفا كما نلاحظه في بعض الموسوسين. فحينما شرح الإسلام لا يعني لا ما جعل أهميتها لمشقتها، الأهمية ليس لها علاقة بالمشقة، وهذه قضية مهمة يا أخواني يجب أن تعرفوها. ليس كون الشيء مهما في الدين معنى هذا أنه صعب أو أنه شق، لا، إنما أهميته تأتي من تأكيد الشرع عليه، من تأكيد الشرع عليه، وليس بالضرورة أن الشرع أكد عليه لأنه صعب أو لأنه لا يحققه إلا بعزائم كبيرة، لا. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ما في أخف منها، ولكن في الميزان ما في أثقل منها. وحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع و70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يمكن إماطة الأذى عن الطريق في المشقة أشق من قول لا إله إلا الله، أليس كذلك؟ إماطة الأذى قد تزحزح حجرا من الطريق، بل قد تستعين بأخيك حتى تزحزحه عن درب المسلمين، وقد شجرة شوك في المسلمين قد تحتاج إلى 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 فؤوس لتكسرها. فإذا المشقة يعني أهمية الشيء في الدين لا ليس بالضرورة أن يكون راجعا لمشقته، لا، ليس هناك ارتباط كبير بين المشقة والأهمية. وإن كان لا شك في مهمات الدين ما هو كبير كالحج مثلا لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس، لكن لم ينبع أهميته لمشقته، إنما نبع أهميته لما أكد عليه الشرع من نصوص. إذا تقرر هذا أيها الإخوة وعرفنا أن النية مهمة بل عليها مدار العبادات كلها، لكن هذا لا يعني أنها شاقة، كل ذلك لندفع وسواس الموسوسين، لأن الأمر أسهل يعني. بل حتى إن بعض العلماء قال إنه لا يتصور عمل بدون نية، لا يتصور عمل بدون نية،
لا يكاد إنسان يعمل عمل إلا عازم عليه، إلا العمل اللي سهو أو هو ذاهل، هذا صحيح. لكن أكثر الناس كل أفعالهم عن عزائم، ليس كذلك، ما في أحد يعمل عمل إلا بقصد. فإذا النية ليست صعبة، ومجرد توجهك وهمك واهتمامك وتوجه نفسك وقلبك، هذه النية. حينما تذهب إلى الميضة لتتوضأ، هذا عزم، عزم في الوضوء وعزم على نية الصلاة. ثم تأخذ بخطواتك إلى المسجد وتقف عند في الصف مع المسلمين، ما في نية أكبر من هذا، ليس هناك نية أكبر من ذلك. ومن هنا قال العلماء إن التلفظ بها بدعة. لماذا؟ لأن التلفظ غير النية، التلفظ غير النية، النية قلب، النية عزم القلب كما قلنا، والنية هي القصد. أما التلفظ فشيء آخر غير النية. ولهذا كما تعرفون هناك أعمال القلوب وهناك أعمال جوارح، بما فيها أيضا أعمال اللسان. الخشوع قلبي، ما في خشوع باللسان إلا إذا خشع اللسان نفسه، خشع لك عظمي ومخي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وخشع لك سمعي وبصري، خشوع لذاتها، لكن ليس خشوع لفظية، ما في خشوع لفظي. فأعمال القلبية من الخشوع والإنابة والتضرع والطرح بين يدي الله قلبية هذه، لكن أعمال اللسان من الذكر والتلفظ والكلام والقراءة والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير لسانية، كما أن الركوع والسجود عملية جوارح أخرى، وكذلك البصر حينما ينظر في القرآن ويقرأ لا يقرأ من حفظه وإنما يقرأ من القرآن، فإذا أعمل بصره. حينما يستمع لقارئ أو تالي أو إمام وهو يقرأ، إذن هذا كل جارحة لها وظيفتها. فالتلفظ ليس نية، وحينما تلفظت بالنية أنت ما نويت الحقيقة، يعني ما يعني بمعنى لم تأتي بجديد قصدي، مو ما نويت، لأن النية محل القلب، إنما لم تأتي، لم تضف جديدا على نيتك حينما تتلفظ. فمن هنا إضافة طبعا. فإذا التلفظ غير النية، هذا جانب. الجانب الثاني أن التلفظ بالنية لم يرد في الشرع، مهما لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول شيئا حينما يصلي فيما يتعلق بالنية. حتى إن أبا هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أبي، أبي أنت أمي، يا رسول الله نراك بعد التكبير تقول شيئا، ماذا تقول؟ حتى سأله سؤال، ما قال أن يقول اللهم أريد الصلاة إماما أربع الظهر أربعة حاضرا أربع ركعات إماما حاضرا، ماذا قال له؟ قال له أني أقول اللهم بعد بيني وبين الخطايا كما بعدت بين الوشك والمخرج، دعاء الاستفتاح. فسأله ماذا تقول، لأنه يراه تتحرك شفتاه أو تضطرب لحيته، ولهذا كان الصحابة يرون اضطراب لحية النبي صلى الله عليه وسلم من التلاوة السرية. فسأله أنا أراك تقول شيئا قبل الفاتحة، ماذا تقول بأبي أنت وأمي؟ فقال لك اللهم بعد بيني وخطايا. فلو كان في تلفظ لنقل، وبخاصة يا إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه كل يوم خمس مرات، كل يوم خمس مرات، فلو كان منقولا، فلو كان ثابتا لنقل. بينما في الحج نقل، مع أن الحج مرة واحدة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما حج إلا حجة واحدة، حجة الوداع، ومع هذا نقل أنه كان يقول لبيك اللهم لبيك، وقال له جبريل قل عمرة في حجة. فالتلفظ بالنية في الحج وارد، التلفظ بالنية في الحج وارد، اللهم نريد منك كذا. وكذلك حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت عمي بنت الزبير حجي واشترطي، بمعنى أنوي قولي الله وإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني. فالألفاظ الواردة منقولة، والذي لم ينقل لم ينقل. المقصود أن الأمر في النية سهل ويسير، ولا يحتاج إلى بعض الإخوة أن يشقوا على أنفسهم وتأتيهم. ولهذا بعض المبتلين الموسوسين حينما يريد أن يصلي تجده يشق على نفسه، يكبر 20 تكبيرة، يرفع يده ويرفع ثم يرفع، يقول في زعمه أنه يريد أن يتطابق اللسان مع القلب. هذا شيء لم يثبت. القلب كما قلنا الأمر سهل، وإن كنا نؤكد على عظم منزلة النية كما سمعته، لكن لا يعني عظم منزلتها أنها شاقة. ليس هناك ارتباط بين عظم المنزلة و ثقل التكليف. قد يكون شيء كبيرا
وثقيل وهو خفيف، وهو خفيف في 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 مقابل غيره من الأعمال الأخرى أو المطلوبات الشرعية الأخرى. إذن هذا فيما يتعلق بالنية من حيث وظيفتها ومن حيث طبيعتها. ففي قوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، بمعنى أنه لا بد للإنسان في الصوم الواجب أن ينوي من الليل. نأتي إلى رمضان. رمضان طبعا شهر 29 يوما أو 30 يوما. رمضان يبدأ من غروب الشمس ليلة واحد. لو فرض مثلا أن اليوم 29 شعبان مثلا، ثم كان شعبان ناقصا ودخل الشهر في، فإذا يكون رمضان يبدأ من غروب الشمس، غروب الشمس يوم 29 شعبان إذا كان شعبان ناقصا، أو غروب الشمس يوم 30 شعبان إذا كان شعبان كاملا. إذا غربت الشمس يوم 30 شعبان دخل رمضان. إذن النية لابد أن تبدأ من هنا من الليل، يعني بمعنى من غروب الشمس إلى قبيل طلوع الفجر، هذا وقت لتبييت النية، وقت للعزم والنية للصيام. ولهذا لو أن إنسانا نام العصر، نام قبل الغروب يوم 30 شعبان، ولم يستيقظ إلا بعد الفجر يوم 1 رمضان. أنتم معي مشايخ؟ إنسان نام بعد العصر يوم 30 شعبان ولم يستيقظ إلا بعد الفجر يوم 1 رمضان، هذا ما بيت النية. لما أصبح أجد أن الصائمين قال أنا أصوم، صيامه صحيح ولا غير صحيح؟ نعم هم على المذهب غير صحيح، وعلى يعني ظاهر كلام العلماء أنه غير صحيح، لكن عن في كلام سنوضحه إن شاء الله، لكن هو ظاهر المذهب وظاهر الحديث كذلك أنه غير صحيح، لأنه لم يبيت النية، لأنه أتاه كل الليل وهو نائم، مر عليه كل الليل وهو نائم، لأنه نام من العصر ولم يستيقظ إلا بعد الفجر، فهو لم يبيت النية. لكن هناك مسألة الحقيقة ويذكرها المذهب عندنا، وقد يذكر غير مذهب أخرى، وهي يقولون أنه لو قال إن كان غد من رمضان فهو صومي لم يصح. لماذا؟ قالوا لأنه متردد في النية، مثلا لنفترض فعلا أنه اليوم 29 شعبان، وهو لا يدري هل يثبت الشهر أو لا يثبت، احتمال يكون شعبان 30 واحتمال يكون ناقص ويكون غدا من رمضان. فالمذهب عندنا يقول لو قال إن كان غدا من رمضان فهو صومي لم يصح. لماذا؟ قال لأنه متردد في النية. لكن الذي يبدو إخواني أن صيامه صحيح. لماذا؟ لأنه ما تردد في النية، هو متردد في اليوم هل هو من رمضان أو ليس من رمضان، أم لا. فإن يقول والله إذا كان بكرة رمضان صوم إن شاء الله وأنا صائم، أنا ما يدري هو، فهو الحقيقة في النية عازم أن يصوم، لكنه لا يدري هل هو رمضان أو لا، فهو لم يطرأ التردد على نيته هو، إنما تردد في اليوم هل هو من رمضان أم لا. ولهذا الذي يبدو أن صيامه صحيح، فإذا كان من رمضان صيامه صحيح. وإن كانوا بالعكس، هم قالوا بالنسبة لشوال، لو قال إن كان غد من شوال فأنا مفطر أو أنا لست بصائم، طبعا تردد ليس كذلك، تردد في النية، إذا كان بكرة، إذا كان شوال ما يصائم، إذا كان آخر مثلا اليوم 29 مثلا رمضان ولا يدري هل يتم يكون كامل رمضان أو يكون ناقصا، فإذا كان غد شوال أنا من صائم. طبعا الفقهاء قالوا الصيام صحيح. لماذا؟ قال لأن الأصل بقاء رمضان، لكن أيضا يبدو أن المسألة واحدة، من حيث أن التردد الواقع ليس راجعا إلى نيته، وإنما هو راجع إلى تردده في اليوم، هل هو من رمضان أو ليس من رمضان، وكذلك اليوم الأول هل هو من شعبان أو من رمضان. فالذي يبدو فعلا أن الصيام صحيح. من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. إذن لا شك أنه لا بد للإنسان أن يبيت الصيام من الليل في الصوم الواجب، سواء كان رمضان أو كان كفارة إلى آخره، لا بد أن يبيت من الليل. بقي مسألة أخرى، وهي هل يحتاج إلى أن ينوي لكل يوم نية مستقلة، أو يكفيه أن ينوي من أول الشهر؟ المذهب عندنا أنه لا بد أن، وأظن المذهب الشافعي كذلك،
أنه لا بد أن ينوي لكل يوم نية مستقلة. لماذا؟ قال لأن كل يوم عبادة مستقلة، كل يوم عبادة مستقلة. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله وجمع أهل العلم لا، قالوا يكفي نية رمضان من أول الشهر. والذي يبدو أن هذا يعني أن كلام أبي حنيفة رحمه الله صحيح هو الراجح. لماذا؟ لأن الواقع خاصة في الأيام المتتابعة، رمضان متتابع، رمضان متتابع، وكل مسلم عازم على الصيام من أول الشهر. وهذا اللي قلنا لكم يا إخواني إن النية سهلة، فالنية هي مجرد أنت متوجنك يعني. كل الناس المقيمون غير المسافرين ولا المرضى كلهم ناويين أن يصوموا إلى آخر الشهر، فالنية مصطحبة بمعنى أنه لم ينوي قطعها. الواقع أنه ناوي وأنه لم ينوي القطع. وتلاحظون أن الأمر سهل، وعلى الرغم الفقهاء يتكلمون ويفرعون ويشقشقون، لكن في التطبيق سهل. وهذا الشيء حتى يعرفه العامة، الذي يفقه من العامة يفهم، وطلبة العلم يفهمون. فالأمر ليس شاقا وليس عسيرا. فعلا حينما ترون أحوال المسلمين في رمضان المقيمين كلهم ناويين الصيام، ما في إنسان يعني عنده تردد أنه لا يصوم، إلا إذا طارئ كما قلنا، لو إنسان مريض، ولا إنسان فعلا عنده سكر أو عنده ضغط أو عنده بعض الأمراض المزمنة، فعلا يحس في نفسه أنه كل يوم والله أنا أصوم اليوم إن شاء الله، أنا شايف أني نشيط إن شاء الله أصوم ويصوم. بكرة إن شاء الله يا فلان والله إن شاء الله لا الطبيب يقول لي كذا. فهذا هو الذي عنده تردد، لأنه فعلا عنده طارئ، عنده شيء يجعله يتردد، عنده حالة صحية معينة تجعله يتردد. الطبيب يقول لي مثلا، يقول لي إذا كنت كذا فكذا، فأنا إن شاء الله أشوف نفسي والله اليوم الأول الحمد لله مشى وصمت ولله الحمد، اليوم الثاني إن شاء الله أحسن واحد. فهذا هو الذي فعلا تحس، وإلا نفته وإلا يستفته هو يحس من نفسه أنه فعلا يجدد النية، هو كما يقال تتجدد أوتوماتيكيا على حسب قدرته. بينما المسلمون الأصحاء النية منعقدة، أنه عازم بمعنى أنه لم ينوي قطعها، أنه لم ينوي قطعها. فالإنسان حينما دخل الشهر هو عازم أن يصوم إلى آخره، ما دام أن الله ألبسه لباس الصحة والعافية والإقامة، ليس مسافرا ولم يطرأ عليه عذر شرعي يجعله يتردد في النية أو يهم بقطع الصيام أو بالإفطار. إذن هذا فالذي يبدو أن الإنسان فعلا التبيئة أن النية من أول الشهر هذه كافية، مع أن الإنسان مستمر في نيته وعزمه فهو لم ينوي قطعها. من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. إذن قبل الفجر معناه أنه لا بد في الصيام أن تكون من الليل، أن تكون النية من الليل. وقوله فلا صيام له يعني لا صيام معتبر شرعا، يعني لا صيام معتد به شرعا. فالنفي هو نفي للحقيقة الشرعية، نفي للحقيقة الشرعية. ولا مانع أن ننبه لقضية تهم طلبة العلم في الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية، وإن كنا نبهنا إليه كثيرا لكن هذه مناسبة أيضا ننبه إليها، وهي أن الحقائق ثلاث: حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. ما معنى ذلك؟ الصلاة حقيقتها اللغوية الدعاء، حقيقتها اللغوية الدعاء. فحينما تقول للعربي صلي يدعو، لكن حقيقتها الشرعية هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذه حقيقتها الشرعية. طبعا ليس هناك حقيقة عرفية للصلاة، ما في إلا حقيقة لغوية أو شرعية. الدابة حقيقتها اللغوية لكل ما يدب على الأرض، والله خلق كل دابة مما، وما من دابة في الأرض إلا الله رزقها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. إذن الدابة كل ما يدب على الأرض، فأنت دابة، والسباع دواب، والحشرات دواب، والزواحف دواب، والبهائم دواب، فكل ما يدب على الأرض من المخلوقات فهي دابة في اللغة. ولهذا العز وجل يقول والله خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على أربع، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. كل هذه تسمى دواب، ولكن
في الحقيقة العرفية أن الدابة هي ذات الأربع، الدابة في العرف هي ذات الأربع. إذن هناك حقيقة لغوية وهي أن الدابة كل ما يدب على الأرض، حقيقة عرفية أن الدابة مقصورة في معناها على ما يمشي على الأربع، كالبها كالحمير عزكم الله والبقر والإبل والخيل الذي يمشي على الأربع يسمى دابة، هذا في الحقيقة العرفية. مثلا اللحم، اللحم في اللغة كل ما المكونات أجساد الحيوانات تسمى لحم، ما عدا العظم طبعا، سواء كان آدميا سواء كان مما يؤكل لحم ومما لا يؤكل، سواء كان سمكا. لكن في العرف إذا قلنا لحم فيقصد به ما يؤكل لحمه، كذلك أيضا يقصد به ما ليس بسمك. هذا قلت لو قال فلان ايش اكلت؟ والله اكلت لحم، ما يجعل لك انه اكل سمك ابدا، ليس كذلك، لان الحقيقه العرفيه تقول ان اللحم هو الاحمر، لحم الابل ولحم البقر ولحم الغنم ولحم الغزلان ولحم الاشياء اللي يؤكل الطيور يسمى لحم، لكن ما يجعل بالك ابدا انه اكل سمك، مع ان الله عز وجل سماه لحما طريا، تاكلون منه يعني من البحر تاكلون منه لحما طريا وتستخرجون حليه تلبسونها، فالسمك لحم. ولهذا قال فقهاء لو حلف لا يأكل لحما أو قال لها إن أكلت لحما فأنت طالق راح تأكلت سمك طبعا ما تطلق، لأنه في العرف أن اللحم هو الأحمر مثلا أو لحم الدجاج إلى آخره وإن كان أبيض. فالمقصود أن هذا مقصودنا حينما نقول حقيقة عرفية وحقيقة لغوية وحقيقة شرعية. فالمنفي هنا لا صيام له، يعني لا صيام، المنفي الصيام الشرعي المعتبر شرعا، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، يعني لا صلاة شرعية، لا صلاة تامة، ولهذا نقول لا صلاة صحيحة. قال وللدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، يفرضه بمعنى ينويه ويقطعه ويقطع به ويجزم، الفرض هو القطع والجزم، الفرض هو القطع والجزم والحز، فمعنى لم يفرضه بمعنى يفرضه بمعنى لم يجزم به ويقطع من الليل. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي إلينا حيث، فقال أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. وهذا أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قال دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقال أهدي لنا، فقلنا أهدي لنا حيث، فقال أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. هذا حديث آخر يتعلق بالنية، وهو هنا بنية التطوع. الأول كما قلنا بالصوم الواجب، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، وهنا في الصوم النافلة. فالصيام النافلة لا يحتاج إلى أن تبيت نيته من الليل، قد تكون نائم وأنت لم تنوي الصيام، ما الصيام ما على بالك أبدا، لكن لما أصبحت كما قلنا قبل قليل وجاءت الساعة 12 وجدت أنك يعني نشيط وهذا وأيضا ما عندك عمل إجازة وشفت أن أيضا أن يعني أردت أن تتقرب بالله عز وجل، قلت يا لأهلك أنا ناوي الصيام، ما بقي إلا 5-6 ساعات ونصبر يعني. ففي النافلة يصح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخل علينا النبي علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ يعني الأكل. قلنا لا. إذن هو لم ينوي من الليل، كان لو وجد شيء لأكل. فقلنا لا. فقال إني إذن صائم، إني إذن صائم. فقوله إذن معناه أنه لم ينوي إلا الآن، إنه قال فإني إذن ظرف يعني أني الآن صائم، يعني كان يقول إنني عزمت الآن على الصوم وأنوي الآن الصيام. فقوله إذن دليل على أنه عزم الصيام في تلك اللحظة، وأنه لم يكن مبيتا لنية الصوم من الليل، ودل على أن صوم النافلة لا يشترط فيه تبيت النية. فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذن صائم. وهنا يأتي السؤال الذي أثرناه قبل قليل، من أين يبدأ الثواب؟ هل يبدأ من الفجر؟ لأن النهار طبعا الصيام هو من الفجر إلى غروب الشمس، ولهذا لو كان أكل بعد الفجر ما صحت نيته لو أكل، ولهذا نقول لابد الذي ينوي أثناء النهار لابد أن لا يكون قد أكل بعد الفجر،
فإن أكل ما ينفع. فإذا من أين يكون ثوابه؟ هل الثواب يكون من الفجر أو من وقت النية؟ من أين يكون الثواب؟ نعم، من وقت النية، لأن قل لا ثواب إلا بنية، ما نوى، ما نوى، ولكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. فالفترة الأولى لم يكن له فيها عبادة، لأن عبادة ليس كذلك هي عبادة، فأنت لم تنوي عبادة. فالذي صام نافلة صيامه صحيح باعتبار أنه لم يأكل من الفجر، لكن النية العبادة الحقيقة لم تبدأ إلا حينما نوى، الساعة 12 مثلا، 11 أو أي وقت نواه. فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيس. الحيس هو نوع من الطعام، أقط مع تمر، فهذا هو الحيس، الأقط مع التمر والسمن، أقط وتمر وسمن، هذا يسمى الحيس. وإذا أتتك كريهة أدعى له، وإذا يحاس الحيس يدعى جندب. هذا واحد عاتب على صديقه، يقول إذا جتك المهمات والمشكلات تناديني أنا، وإذا جت الجوائز والهدايا ولك تنادي فلان. وبعض الناس كذا مع الأسف، بعض الناس فعلا يعني شاف الأشياء صعبة يجيبوا فلان، بينما المعروف والإحسان ينسى فيه إخوانه الذين يعينه في الشدائد. وإذا أتتك كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جندب. فقلنا أهدي لنا حيس. فقال أرينيه، يعني أراد أن يراه، يرى هل هو يعجبه أو لا. فلقد أصبحت صائما، مع أنه كان ناوي الصيام، بمعنى كان ناوي الصيام من الليل أو أصبح ناوي الصيام، يعني هذا عكس الذي قبله تماما. الذي قبله لم ينوي الصيام، لكن لما لم يجد أكلا صام، نوى الصيام. هنا بالعكس، نوى الصيام فوجد أكلا، هذه عكسها تماما. حتى تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع عليه الصلاة والسلام، وأنه يعني ما ترك شيئا إلا بينه لنا بفعله عليه الصلاة والسلام أو بقوله، وهذا مما بينه بفعله. فقال أرني، فقال قد أصبحت صائما فأكل. هذا يدل على أن من صام تطوعا أنه أمير نفسه، أنه يجوز له أن يفطر، أنه يجوز له أن يفطر. يكون إذا صمت يوم الاثنين مثلا أو يوم الخميس، ثم يعني بدا لك أن تفطر، وبخاصة إذا كان هناك داعي، وينبغي أن يكون هناك داعي، وبخاصة إذا كان مثلا جاءك ضيف أو إنسان عز عليك ودعاك وعنده وليمة ويشق عليه أن تعتذر، أو يفرح أن تكون موجود، أو يفرح أن يراك الضيوف عنده أو نحو ذلك، فينبغي أن تفطر ولو كنت صائما. وهو دليل على أن المتطوع أمير نفسه، وأن قطع النافلة ليس بحرام، وقد يكون مكروه في بعض الأحوال لكن ليس بحرام، في قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم إلا الحج. الحج هو الذي ما إذا الحج والعمرة إذا بدل الإنسان فينا لا يجوز قطعها، هي المستثنى. أما العبادات الأخرى من الصلاة والقراءة والصيام والأشياء هذه، فإنه الإنسان مستثنى النافلة فإنه يقطعها، إذا خاصة إذا كان هناك طارئ، ولا شيء عليه، ولا يأثم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قطع صيامه وأكل في قوله فلقد أصبحت صائما. فالحاصل من كل ما سبق هو أنه النية شرط في صحة كل عبادة، وفيما يتعلق بالصيام الواجب لا بد أن يبيتها من الليل عن النحو الذي ذكرنا. وإذا كان الصيام نافلة فإنه لا يشترط تبيت النية، لكن لا بد من النية، وإلا يبيتها. فلو أصبح كما قلنا غير صائم ثم نوى الصيام لأنه لم يأكل من طلوع الفجر، فإن صيامه النافلة صحيح، وإن لم يبيت النية من الليل. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.